الاب ديال زهري نبيل، المرحوم زهري نبيل. اللي عندي ما نصرح للصحافه هو ان الدري كان مريض نفساني، كانت عنده انفصام شخصيه. هذه تقريبا شهر هو كيعاني من اضطرابات، وكيحس كيشعر بواحد الازمه النفسيه، النفس ديالو ما كيبقاش يتنفس وداك الشيء. كنديوه كل خطره للسبيطار تما، المهم هذا كيدقوا ليه البرا ويعطيو داك الشيء ديال اللازم وكنرجعوه. تقريبا هذه شهر هو كيقول لنا بان كيقول لي با انا راني عييت، راني تزيرت، وراني ملي كنت عيا نفسي راني بغيت ننتحر وما قديتش، ما قدرش. كنقول له دين على الشيطان، راه سميتو السويسيد راه حرام باش دير هذا. المهم حتى هذاك النهار اللي غادي يتوفى فيه، قال المفلل، قال له امي فايقيني الصباح مع التسعود. قال احنا قلنا واخا ما كاين مشكل، ربما عنده شي غرض ولا عنده شي حاجه غادي هذا. بالفعل فايقاتو مع التسعود، ناض خرج. المهم ملي تعطل علينا وحنا مشوشين منه تقريبا شهر، هو الحاله ديالو كارثيه. هذا كنحسوا بانه مع هذا ومع هذيك اللي كيقول لك اودي راني بغيت نتعار، راني عييت، راني كذا وكذا. وحنا بلا هذه كنبقاو دائما متوتين عليه. بالفعل خرجنا مشينا دزنا للكوميساريه الولايه، سقسينا عليهم، قال لك ما كاينش هذا الاسم هذا، دينا لاكار ديالو. من بعد مشيت لا سونترال حدا سبيطار مستشفى محمد الخامس، قالوا لنا نفس الهضره، قال لك الاسم هذا ما جاش عندنا. مشينا نشوفوا سميتو جناح ديال البسيكياتري في السبيطار، ما كاينش، قال لك ما دخلش هذا الاسم عندنا حنا كاع تما. من صدفه خارجين لقينا لومبيلونس ديال الوقايه المدنيه، سقسيناهم قلنا لهم ودي هذا واحد السيد هذا كان، قال لك راه واحد السيد اليوم راه انتحر كيما كان، جيت لا كورنيش، المهم داز عليه التران وداك الشيء. قلنا لهم قال كيفاش داير هذا، عطيناهم المعلومات يعني اللباس ديالو، التصويره كانت عندنا لاكارت ديالو معنا من مشينا للكوميساريه، دينا لاكارت، قلنا ليه ها لاكارت شوفوا هذا ها لابس ها كاين وكاين. بالفعل المواصفات اللي عطيناهم كانت يعني دقيقه. قال لك اودي بالفعل هذا هو السيد اللي انتحر، راني هذا الناس اللي ديال الوقايه اللي داو. هي هذيك مشينا حنا رجعنا للكوميساريه، هما يقولنا بالفعل راه انتحر، لقاو جيت ترن تما السكادير هذا كيقولوا راه انتحر. مشينا دزنا لامورك باش نشوفوه، بالفعل لقيناه اللي هذا دايرين عليه هذا، شفناه وداك الشيء وتسامحنا معاه. خرجنا هي هذا وعمرنا الرابور ديالهم، وربما هذا هو اللي اذا كان. هو ما عنده حتى دواء مع حتى شي واحد، ما كاينش لا 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 ما عندوش، بالعكس هو كانت العلاقه ديالو كانت حسنه مع الجيران ومع الاصدقاء كلهم كي يعني كيساندوه الوقت اللي كيكون عنده ظروف هذه لا ماديه ولا هذه كيساندوه. بغيت نضيف وهو على العموم يعني الصحه في المغرب يعني كتعاني بزاف من مشاكل. الانسان باش يمشي للسبيطار غير باش دير رونديفو، راه مؤخرا درت ليه ان رونديفو باش عطاو حتى شهر تسعود، هو الحاله ديالو يعني مستعجله وما كتطلبش هذا الانتظار، يعني حاله مستعجله، يعني الكلمه كتعني بانه خصو نداويه. هما عطاونا داروا لنا رونديفو نهار شهر تسعود، وشهر تسعود هذا كيظن زيادة على أنه، وكنتكلم يعني على العموم كاع الناس في المغرب كيعانيو، وبالأخص بالأخص دوك لي بافيون ديال لي بسيكياتر ديال لي مالاد ديال لي مالاد بسيكياتر كلهم كيعانيو. أشنو 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 المتابعة اللي كيديروا لهم؟ كياخذ فينيدات كيريح واحد المدة ديال 20 يوم، كتراوح ما بين أسبوع لشهر صافي، ومن بعد كيجيو كيقول لك خرج. والمريض ملي كيخرج وهذه معروفه، لانه ملي كيخرج كيرفض تماما انه يتناول العلاج، يعني هو دائما عنده كتبقى الاسره هي اللي كتعاني. احنا اللي كنعانيو بطبيعه الحال كنعانيو. ولي بالرحمه والمغفره، وانا راضيه عليه، انا راضيه عليه. راه البارح نيت كيبوس لي على راسي كيقول لي الوالده سمحي لي، الوالده سمحي لي. قلت لي انا سامحه لك اولدي. قال لي هو الصبح فايقيني بكري. صافي هادشي اللي كاين. ايمتى مسكين هو مرض بهاد المرض فهمتي؟ مرض شي 9 سنين دابا. 9 سنين. ما والو العلاج ما كاينش، هنا كدوز السبيطار هنا ما كاين والو. ما كاينش العلاج.
كي يعطيو الدواء كيولي لاباس وكيولي هذا وكيرجع ثاني يمرض. وكمل كمل واحد السيد مداعين معاه وسد لينا الباب. سد عليه الباب هو كان ولا شويه وداك الشيء ملي سد لينا الباب كمل لي تأزم نفسانيا. كيقول لي هذا السيد علاش كيسد علينا الباب؟ قلت له وليدي حاكمين لي المحكمه حكمت لي سد لينا الباب. قلت له حنا كانت عندنا زنقه تما وشرينا عشوائي وباع لينا عشوائي ودابا سد علينا الباب. قال لي هذا السيد ما بغاش يتفرق علينا. قال ما بغا يتفرق علينا هذا السيد. قال لي راه حشومه. قلت لي راه غيسد علينا حتى هذا الباب. خاصك ديرها في بالك بلي راه حنا محكوم علينا يسد لينا حتى هذا الباب. قال لي ولا سد لينا الباب حسن نموتو. قال لي حسن نموتو هادشي اللي كاين. من تما تسامح معك بالليل. اه قال لي سمحي لي الوالده. قلت له وليدي انا سامحه لي. قال لي مالك طاير لي. قلت لي ما طاير لي حتى حاجه. قلت لي عا كنشوفك مع الصبر انا طاير لي صافي. شي دعي ولي امامتي والله يرحمه والله يرضي عليه والله يغفر ليه والله وانا سامحه ليه دنيا واخره. انا سامحه ليه. انا كتسمح لي دنيا واخره.